نشوف بقى ماذا يحدث في الطيران، ونسأل زميلنا أحمد مصطفى مدير مكتب اليوم السابع في المطار، المطارات يا أحمد مستعدة إزاي سواء مطار القاهرة أو مطار شرم الشيخ؟ مساء الخير يا أستاذة لميس على حضرتك وعلى السادة المتابعين. مطار القاهرة استعد، وزارة الطيران استعدت بجاهزية كاملة. النهاردة معالي الفريق محمد عباس وزير الطيران قام بجولة تفقدية هو وقيادات الوزارة إلى مطار شرم الشيخ للوقوف على كافة الاستعدادات الموجودة هناك. لدينا النقل الوطني المصري، شركة مصر للطيران كانت قد عدت عدد 250 رحلة طيران سيتم تسييرها إلى مطار شرم الشيخ، وذلك لنقل العديد من ضيوف المؤتمر. من ناحية مطار القاهرة الدولي، كان المطار قد استعد بشكل كامل عن طريق نشر فرق كاملة من العلاقات العامة والخدمة المميزة والمنسقين والذين تم تدريبهم على أعلى مستوى كامل لاستقبال الضيوف. أيضا هناك اللوحات الاسترشادية، هناك كافة الناقلات الموجودة داخل المطار وداخل المهبط، والمعدات الموجودة بمطار القاهرة تم وضع شعار المؤتمر عليها. كما تم أيضا من ناحية أخرى الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة أعدت خطة محكمة، وذلك سواء لتأمين الضيوف من الخارج أو من الداخل أو من خلال دار يعني الجوازات. يعني اللي جاي عشان يحضر المؤتمر هينزل المطار معاه فيزا تمام، معهوش فيزا هياخد فيزا من الشباك، لكن هل في كاونترز يا مصطفى، في كاونترز موجودة تساعد الناس؟ مسارات تم إعدادها بشكل جيد، هذه المسارات خاصة بنقل باستقبال الضيوف، هناك كشوف مجهزة تم إرسالها والتنسيق، هناك فرق مختلفة من العاملين بالمطار ومن فرق العلاقات العامة يتحدثون العديد من اللغات المختلفة، وذلك بيتم استلام الضيف من أول وصوله من خارج بوابات المطار ثم إنهاء الإجراءات الخاصة به ثم استضافته بأحد اللوجات الموجودة بالمطار. الطيارات جاية دايركت على شرم ولا في طيارات هتنزل القاهرة وبعدين تطلع شرم؟ في طيارات هتنزل القاهرة وفي هتنزل على شرم على طول. العديد من المطارات جاهزة، تم توسعة مطار شرم ليستقبل عدد كبير من الطائرات، وخصوصا أن هناك بعض الوفود الرفيعة التي ستأتي بطائرات خاصة بها. هذه الوفود ستقوم بالنزول في مطار شرم الشيخ وتم كل الرؤساء هينزلوا شرم الشيخ غالبا. كل الرؤساء كل الملوك هينزلوا شرم الشيخ على طول، مش هيجوا القاهره. كل الوفود الرفيعه. لاحظي برضو يا استاذه لميس ان احنا عندنا هناك عدد من الفعاليات المختلفه سواء القمه الرسميه او او القمم الاخرى التي تقام على فعالياتها، من ضمنها المعروفه بالان جي او وغيرها من الفعاليات. هذه الشخصيات سيتم استقبال العديد منها، وبالفعل بدا النهارده. كان عندنا حوالي 45 شخص وصلوا، وامبارح كان في حوالي 40. التحرك الرسمي هيبدا ان شاء الله من غد من 3 في الشهر. بيتم نقل الناس اللي بتيجي من بره بيتم استضافتها وانهاء اجراءاتها، ثم ينتقلوا الى اللونجات المعده لهم لاستقبال ضيوف المؤتمر، ثم يتم تسفيرهم وتجهيزهم من خلال الطيران الداخلي. شكرا زميلنا أحمد مصطفى مدير مكتب اليوم السابع، دي لبعض الاستعدادات.